الافراط في شيء سواء يقدر يعطي مشاكل صحيه، هذا هو حل الفيتامينات اللي يعني الناس خذوها بطريقه كبيره جدا في ظل جائحه كورونا. بغينا نعرفوا شنو هي الاثار ديال لو سور دوزاج ديال الفيتامينات. نعم. معك سي نبيل عياشي. نعم اكيد سميره، هو ان مع تلقاو بجوج دابا كاينه كورونا وكاين شويه ديال البرد والشتاء، وبالتالي كاين بزاف الحمد لله الله يجيب الشفاء للجميع. فالناس مشاو في هذا الاتجاه انه بما ان تسمعوا بان الفيتامين سي وبان الزنك وربما حتى الفيتامين دي داخل في البروتوكول العلاجي ديال الكوفيد، فالناس ربما قال لك علاش ما ناخذش هذا الشيء قبل، وبالتالي نبدا ناخذ يوميا واحد الكميه اللي هي كبيره، لان خصنا نعرفوا ملي تنهضروا على المكملات الغذائيه تكون هي مركزه بكميه اللي هي اكثر، بكميه اللي هي اكبر من الاغذيه العاديه. فباش نعطي على سبيل المثال ملي تنهضروا على الفيتامين سي مثلا، فالفيتامين سي احتياجات الجسم ديالنا وهذه نقطه ديجا شرنا لها هي تقريبا 100 ملي جرام في اليوم، يعني نقدر نسد الاحتياجات ديالي اربعه ديال المناسبات تو سامبلومون بجوج فلفلات الى اخره. المشكل اللي تيوقع هو ان في علم التغذيه تنقولوا دائما واحد الجمله، غياني توكسيك توتي توكسيك، كي توكسيك سي لا دوز، يعني حتى شي حاجه ما تتسم كلشي تيقدر يسمم، اللي تيسمم هي الكميه، وهذه الكميه في علم التغذيه هي تتنطبق كذلك حتى على هذه الفيتامينات وعلى هذه الاملاح المعدنيه. ولذا بغيت نشير لواحد النقطه، وان الله سبحانه وتعالى يعني في الطبيعه هي امور مقاده هكا ما يمكنناش نبدلوها، الاحتياجات الجسم ديالنا غاديه بالتوازي مع التواجد ديال هذه المكونات في الطبيعه. نفسر اكثر، ملي تنهضروا مثلا على البروتينات والدهنيات والسكريات، الاحتياجات الجسم ديالنا تتقدر تمشي مثلا حتى ل 200 غرام مثلا السكريات في اليوم، تتقدر تمشي حتى ل 70 غرام ديال البروتينات في اليوم، وبالتالي فتلقاوها في الطبيعه بالغرامات، يعني الخبز فيه 50 غرام في كل 100 غرام. من المستحيل انك تلقى مثلا واحد الماده غذائيه في الطبيعه اللي فيها 20 غرام ديال الفيتامين سي، ما كايناش. يعني الاحتياجات ديالنا ديال الفيتامين سي هي احتياجات بالمليغرام، التواجد ديالو في الطبيعه كاين ب 50 ملي غرام 30 ملي غرام 20 ملي غرام، يعني ما يمكنلكش تلقى واحد الماده غذائيه مثلا فيها 70 غرام ديال الحديد، من المستحيل. الاحتياجات ديالنا من الحديد احتياجات بسيطه 10 ملي غرام في اليوم، وبالتالي فالتواجد ديالو في الطبيعه غادي مع هذا التوازي هذا، وبالتالي ف يعني الا اعتمدنا على واحد النظام غذائي اللي هو متوازن، واحد النظام غذائي اللي هو موسمي، فتيمكنوا نسدوا الاحتياجات ديالنا. المشكل اللي تيوقع هو انني ملي تنمشي نلتجع لهذيك المكملات الغذائيه وانا في غنى عنها، في غنى عنها بمعنى انني ما عندي حتى شي مرض، انني ما عنديش فقدان شهيه، انني ما عنديش حاله خاصه، لان الحالات الخاصه مثلا ملي تنهضروا على المراه الحامل، ملي تنهضروا على الاشخاص المسنين، ملي تنهضروا ربما على الاطفال اللي ما تيتناولوش مزيان، هذه تعتبر حالات خاصه، الرياضي مثلا تعتبر حاله خاصه، فانا ما عنديش حاله خاصه وتناكل اغذيه بشكل عادي وتنلتجئ لهذيك المكملات الغذائيه بواحد الكميات اللي هي كبيره وسورتو على المدى البعيد، هنا تيولي عندي مشكل. فناخذوا على سبيل المثال الفيتامين سي، ناخذوا الكالسيوم مثلا، ناخذوا الفوسفور، ناخذوا المغنيسيوم للاغلبيه ديال الناس ياخذوا، ناخذوا الحديد كذلك، ناخذوا الفيتامين دي، ناخذوا الفيتامينات المجموعه باء، هذه كلها تقدر تعطينا مشاكل اللي هي صعيبه شويه في الجسم ديالنا. من هذه المشاكل اللي تقدر تعطي مثلا الاكثار من الكالسيوم يقدر يعطينا حصي على مستوى الكلي مثلا، من تنهضروا على الفيتامين سي تقدر تعطينا تقيع، تقدر تعطينا اسهال، تقدر تعطينا احراق على مستوى المعده. الاكثار نعم الاكثار نعم الاكثار من فيتامين سي يقدر يعطيني تقيع ويقدر يعطيني اسهال ويقدر يعطيني دينوزي، يعني رغبه في التقيع. ملي تنهضر على فيتامينات المجموعه باء مثلا، الاكثار منها يقدر يعطيني مشاكل على مستوى الكبد، يقدر يعطيني مشاكل اخرى على مستوى القلب، يعني اضطرابات في دقات القلب، يعطيني مشاكل على مستوى الضغط الدموي. فهذه كلها امور اللي تقدر تنتج نتيجه استهلاك مفرط ديال هذه المكملات ولا ديال هذه المكونات الغذائيه، وخصوصا اذا كانت على المدى البعيد. غير شرب الماء، اعتبر بان شرب الماء بكميات اللي هي كبيره في اليوم، الناس دابا تنسمع شرب 5 لتر ديال الماء، شرب 6 لتر ديال الماء، راه شرب الماء بكميات كبيره يقدر يؤدي الى نقص حاد في الفيتامينات داخل الجسم كذلك، لان ملي غتشرب الماء بزاف اعزك الله غادي تبول بزاف، البول ديالنا عباره على فيه بعض الفيتامينات وبعض الاملاح المعدنيه، فإلا ما عودتيهاش فاكيد ان هذا غادي يؤدي كذلك المشاكل. هذا فالاكثار من الشيء دائما عنده واحد تيقدر يكون، وبعض الاحيان هذه كذلك نقطة اللي هي مهمة، أن الإكثار من أحد المكونات الغذائية غيقدر يعطيني مشكل، يعني مثلا كثرت من من الكالسيوم مثلا، تنشرب الحليب بزاف مثلا، كثرت من دابا بطريقة طبيعية صعيب باش أن يكون عندك الزيادة، لأن علاش؟ واش غتقدري تاكلي مثلا كيلو صندوق ديال الليمون؟ ما غتقدريش. شحال كاع جاتك تاكلي من الليمونة؟ جوج ثلاثة،
وملي تناخذو بشكل طبيعي شنو تيدير الجسم؟ بحال دابا الفيتامين سي، الجسم تياخذ ديك الاحتياجات واللي تيبقى تيخرجوا على برا. داكشي علاش تنقولوا دائما عمرنا ما ناكلوا واحد الماده غذائيه بشكل بزاف في وقت اللي هو قصير. انت تقولها في واحد الماده شنو هي؟ الرمان. في اليوم غناكلو في اليوم، ولكن ما ناكلوش خمسه الرمانات في الصباح، يعني غناكل مثلا جوج في الصباح، غناكل وحده في الغداء، وغناكل ثلاثه في العشيه. قلت لنا نقدروا نديروا منه وجبه. بيان سور نديروا وجبه، تنعاود نقولها الرمان ممكن نديروا منه وجبه سميره. غير هو ملي غناخذ مثلا الفيتامين سي، الجسم غياخذ ديك الكميه واللي بقى غيخرج عن طريق البول. ونفس الحاجه بالنسبه لجميع المكونات الغذائيه تقريبا، غير هو عاوتاني ملي تنكثر بزاف تيوقع اضطرابات داخل الجسم ديالنا. دونك اللي بغيت نقول لك هو ان الاكثار من الشيء، الاكثار من الكالسيوم مثلا، جيت خديت مكملات في الكالسيوم ولا تنشرب واحد ماده الحليب بواحد الكميه كبيره جدا، يقدر يعطيني الحجر على مستوى الكلي مثلا، هذه النقطه الاولى. ولكن هذاك الاكثار من الكالسيوم يقدر يعطيني نقص، يقدر يكون هو سبب في نقص الماده ديال الفوسفور، لان عارفين بان المواد ساروت حاجه تتعاون في الاخرى، وبالتالي فالاكثار من احد المكونات الغذائيه قد يؤدي الى نقص في مكون غذائي اخر. سؤال سي نبيل عياش، نعم. تنقولوا زعما يعني بحال لو كا ديال المراه الحامل، هذيك الرغبات اللي تجيها ديال الشهيه، نعم. الشهوه ديال اللي تجيها تكون غالبا عندها علاقه مع نقص في الذات ديالها. ما كاينش دراسات اللي تثبت هذا الشيء سميره، ما كاينش دراسات اللي تثبت هذا الشيء، وانا عاقل ان الدكتوره ليلى بشرى كانت هضرات في واحد الحلقه على هذه المساله ديال الوحم، فما كاينش دراسات اللي تتاكد، يعني ربما جانب نفسي، ربما لان تنعرفوا بان المراه الحامل في هذيك الوقيته ربما تتحس براسها بانها في واحد الحاله اللي هي خاصه، تيكون عندها رغبات، تيكون عندها تتشها شي امور. اما باش نقولوا مثلا انها علميا انا لا الوحم، ولكن باش نقولوا مثلا انها تشهات الكبده حيت عندها نقص في الحديد مثلا، فهذه مساله غذائيا ما كايناش، علميا ما كايناش، ما كاينش دراسات اللي تتقول لك بان مثلا تشهات الحليب حيت عندها نقص في الكالسيوم. علاش؟ انا نقول لك علاش، حيت ملي تهضروا مثلا على ماده الحديد او على الكالسيوم او على الفيتامين سي او على الفيتامين دي، ما كايناش في ماده غذائيه وحده. فمثلا علاش ملي غتقول لي تشهات الكبده حيت عندها نقص في الحديد، وانا علاش ما تشهاتش العدس مثلا، فهمتي؟ علاش ما تشهاتش اللوبيا؟ وبالتالي فما كاينش هناك، وهذه كذلك كاين هنا فين تدخل هذيك شويه ديال هذا وهذا المهم، هذاك الشيء الاخر اخبر في راسك. فهنا باش نهضروا يعني هذه النقطه هذه كذلك ديال ان ما كاينش هناك غذاء ولا ماده غذائيه اللي غنلقاوها في ماده غذائيه وحده، هذه كذلك تتساعدنا في التنوع الغذائي باش نسدوا الاحتياجات ديالنا. فما يمكنش مثلا غتقول لي انا ما تنشربش الحليب، كيفاش غنسد الاحتياجات ديالي من الكالسيوم؟ خصني نمشي للمكمل الغذائي. غنقول لك بان الكالسيوم ما كاينش غير في الحليب، كاين كذلك في الشو، كاين كذلك في الليمون، كاين في مكونات غذائيه اخرى. نفس الشيء ملي تنهضروا على الحديد مثلا، وبالتالي فالتنوع الغذائي تبقى نقطة مهمة ونقطة رئيسية وأساسية باش نسد الاحتياجات ديالي. بالنسبة للمكملات الغذائية خصوصا اللي فيها تركيز عالي نستهلكها في الحالات اللي تتكون خاصة وبعد استشارة ديال الأخصائي في التغذية ولا ديال الطبيب المعالج. النقطة الثانية اللي هي مهمة وتنأكد عليها دائما في المكملات الغذائية سميرة هو الاحترام ديال 100% ديال اشنو مكتوب فيها، لأن بعض الأحيان الناس تيظنوا بأن تيقول لك راه غير فيتامينات ناخذ شحال ما بغيت، وتيبقاو ياخذوا كميات اللي هي أكثر كمية. أنا الآن جاو عندي حالات اللي لقيت ناس ياخذوا مثلا أربعة ديال لي كومبريمي ديال ميل ديال فيتامين سي في النهار. ديال ميل؟ ديال ميل. تيماجين كاين اللي تياخذ ثلاثة أربعة في النهار ديال 500 عاوتاني، وتيقول لك لا ما درش ما وتيقول لك هذه ثلاث شهور ولا أربع شهور وأنا تناخذها، ومنين تدير تحسب ليه النظام الغذائي ديالو تلقى نظام غذائي اللي هو متوازن، حيت شنو تيدير؟ دابا انت تلقى عنده هذا الشيء في دماغه، راه تيمشي للمكمل الغذائي وتيشرب ربعه الكيسان ديال العصير البرتقال في النهار وتياكل جوج طباسل ديال الشلا، وبالتالي فهنا تنطيحوا في واحد النتيجه عكسيه اللي ربما تكون اخطر وتكون اصعب من المشكل الاصلي. واضح، شكرا لك سي نبيل عياش.